اللاعب علي جاسم يواسي المنتخب الأندونيسي بعد خسارته. وقفة نسائية رفضا لتعديل الفقرة 57 من قانون الأحوال الشخصية. والإعلامي اللبناني نيشان ينفي بطريقة غير مباشرة إلقاء القبض عليه في دبي. والمزيد من قصص وأحداث السوشيال ميديا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، بداية نبارك لمنتخبنا الأولمبي التأهل إلى أولمبياد باريس، ألف مبارك لهم ولنا هذا الفوز. نبدأ الآن حلقتنا مع فيديو يظهر فرحة اللاعبين بالتأهل بعد الفوز على أندونيسيا بنتيجة 2-1 ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما. جمهورنا تعبناكم، بس ان شاء الله عندنا بعد لقاء وياكم بباريس، نلقاكم بباريس. الحمد لله قدرنا نحقق فوز مهم ضد المنتخب الاندوسي، وفرحنا جمهورنا العراقي، وان شاء الله نروح لباريس ونقدم علينا ونفرح جمهورنا العراقي. برافو. مشاهدينا، والى فيديو انتشر بصوره واسعه على السوشيال ميديا ولاقى تفاعلا كبيرا واعجابا من قبل المتابعين. الفيديو للاعب منتخبنا الأولمبي علي جاسم ظهر وهو يواسي لاعبي المنتخب الأندونيسي بعد خسارته، دعونا نشاهد. مشاهدينا، الكثير من الشخصيات العربية والرياضية هنأت منتخبنا الأولمبي بهذا الفوز. نقرأ بعض هذه التغريدات. المذيع محمد الأحمد علق رسميا العراق إلى أولمبياد باريس 2024، مبروك لأسود الرافدين تحقيق المركز الثالث وحسم بطاقة التأهل بجدارة واستحقاق، جيل ذهبي قادم بقوة وتخطيط سليم لمستقبل الكرة العراقية. أما المحلل الرياضي ماجد الخليفي كتب بالمبارك للمنتخب العراقي الأولمبي حصول على المركز الثالث كأس آسيا للشباب تحت 23 وتأهل لأولمبياد باريس 2024. أما المعلق خليل بلوشي كتب تعاهدوا منذ البداية على أن يكملوا المشوار وأن يحققوا أحلام العراق، واليوم تحقق الحلم بالتأهل للمونديال، ألف ألف مبروك. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى موضوع آخر وفيديو متداول من بابل يظهر لحظة إنقاذ كادر طوارئ مستشفى الحلة التعليمي حياة شاب بعد تعرضه لصعقة كهربائية. في بغداد تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا والأوائل أمام مجلس الخدمة الاتحادي من أجل فتح منظومة الكودات، مطالبين بفتحها بأسرع وقت ممكن وشمولهم بالتقديم على الاستمارة التعيين مع الوجبة الثانية، مؤكدين أن مطالبهم واضحة وأن التعيين حق لهم وللجميع. مشاهدينا، يستمر الجدل في العراق بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية التي تخص حضانة الأم لأبنائها، والذي اعتبره حقوقيون ومواطنون رجوعاً إلى الوراء وحرماناً للمرأة من أبنائها. وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر. ففي بغداد كانت هناك وقفة نسائية في ساحة التحرير عبرنا فيها عن رفضهن لتعديل المادة 57 وهي سلب الحضانة من الأم، دعونا نشاهد.
الحضانة باطل، طيب الأمهات باطل، طيب الأمهات باطل، تعديل المادة باطل، تعديل المادة باطل، تعديل المادة باطل، سلب الحضانة التعليقات أغلبها تعاطفت مع المرأة ووجدت أن من حق الأم الحضانة وهذه أبسط حقوقها. سروة خالدي كتبت: كل دول العالم اتفقت على إعلان شأن المرأة وإعطائها حقوقها وحضانة الأطفال إحدى أهم هذه الحقوق، إلا العراق اتفق على تحطيم المرأة والتقليل من شأنها وقدرها من خلال حرمانها من أهم حقوقها. أما عقيل العراقي فكتب: برأيي الحضانة للأم أفضل، هي الأقدر والأصلح لرعاية الطفل مع مراعاة الأب في مشاهدة ابنه وتوسيع مرات المشاهدة، لكن الأم أحق وأصلح لحضانة الأم، والمادة 57 مادة رصينة تحفظ حق الطفل والأم. أما سعاد الحلي فكتبت: مو الكل سواسية بالتربية، أكو أمهات ما تستحق تسمى أم، هي من ترمي أولادها، وأكو أب أيضا ما يريد أولاده، المفروض أكو قوانين ولجان اجتماعية صحية تناقش ظروف الطرفين وتقرر لمن الحضانة. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى أبرز الترندات العربية ونبدأ من مصر. انشغلت الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب بمصر وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، فقد تداول مصريون المقطع الذي التقط أثناء عقد قران ابنة الدكتور حسام موافي، وانهالت الانتقادات على اللقطة التي أظهرت موافي وهو رجل يقبل يد رجل الأعمال، وأمام هذه البلبلة خرجت عائلة موافي عن صمتها وأكدت أن الفيديو اجتزئ وخرج من سياقه، وأكدت الأسرة أن الصورة كانت طبيعية وأن الدكتور حسام كانت تنتابه حالة من الفرحة الشديدة وسعيد بمن شاركه تلك اللحظات. شاهدوا معي هذا الفيديو. في سعادة وتحت عينينا دايما إن شاء الله. مديك وعنيك وبارك فيك يا رب. الحقيقة يعني قاعد يكلم في الدين ومش سيدنا ناكل عيش في الليلة دي، ما نعرفش يعني مش عارف ليه كده اللوم بتاعتنا مبصوص فيها كده. مشاهدينا، تعليقات انقسمت بين من وجد أن الدكتور موافي تصرف بعفوية وبين من عارض واعتبره تصرف غير لائق. هيثم عماد كتب: شيء مخزي عندما يتدنى العلم أمام المال، هكذا تتخلف الأمم، اليوم سقط من نظري هذا العالم الذي كنت أحترمه كثيرا. أحمد سامي كتب: ليس دفاعا عن شخص أحد، ولكن ما علمه كلما زاد الشخص علما وحكمة كلما زاد تواضعه وتقديره للكلمة الطيبة، وهذه الحركة في الفيديو تبدو عفوية جدا وليس متصنعة من أجل مصلحة، وإنما هي رد عفوي على مجاملة الشخص الآخر بكل تواضع. أما سناء صافي فكتبت: تصرف غير لائق من شخص قدير زي الدكتور موافي، أولا لمكانته وشخصه، وثانيا لكبر سنه، لا تبرروا ولا تدوروا أعذار ما لها معنى. صح؟ صح. مشاهدينا، ننتقل إلى موضوع آخر. فاجأت المذيعة المصرية ياسمين عز الجمهور بإعلانها نبأ إصدار حكم القبض على الإعلامي نيشان، وفي واقعة اتهامها له بالتعدي عليها بالسب وإهانتها بعدما تغيبت عن حضورها ندوة بعنوان الإعلام والترند والتي أقيمت في دبي العام الماضي. وقالت ياسمين من خلال برنامجها أن نيابة دبي أصدرت حكم القبض على نيشان، مع العلم أنها رفضت كل المحاولات والمحايلات للصلح. لنشاهد. وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم، نقطة، مع العلم إني رفضت كل المحاولات والمحايلات المستميتة للصلح وقلت لأ يعني لأ، ومحدش يقولي المسامح كريم. المسامح كريم ده برنامج نتفرج عليه وإحنا بناكل فتوش، إنما أنا حقي ما سيبوش.
على وزن فتوش. برافو عليكم، أموت بالسقع. أما الإعلامي اللبناني نيشان فرد سريعاً وبطريقة غير مباشرة على تصريحات ياسمين عز وأعلن عن وصوله إلى دبي من خلال نشره مقطع فيديو ظهر فيه من داخل الفندق على ما يبدو وهو يحتسي الشاي، وقال فيه: وصلت اليوم إلى دبي من أجل تصوير حلقة تلفزيونية ولدي ورشة عمل تدريبية إعلامية لأحد العملاء تتعلق بمهارات الاتصال والتواصل، وقام بالشرح عنها بشكل مختصر. دعونا نشاهد. أنا مسجل حلقة تلفزيونية لصالح إحدى شاشات التلفاز وعندي ميديا ترينينج، ورشة عمل تدريبية إعلامية لأحد العملاء. بعلم الاتصال والتواصل بمهارات التواصل communication skills، أتحدث عن ركيزتين أساسيتين punch and pitch، ما يسمى بالنبض وحدة الصوت. النبض لما محتواك يكون جيد، لما بتكون موضب أفكارك صح، مسرح أفكارك، شاغل عليها، عامل rehearsal، عامل تمرينات لإيصال الفكرة بشكل جيد لائق، هذا هو النبض والحيوية والعزيمة. يحس الآخر أنه بكل طاقتك تتحدث حتى توصل الفكرة. أما الركيزة الثانية هي الصوت. الصوت أداة خطيرة وجيدة جدا، رب العالمين وضع الصوت فينا حتى نبصم لصوتنا. مشاهدينا الكثير من المتابعين اعتبروا نشر هذا الفيديو هو الرد بطريقة غير مباشرة على ما قالته ياسمين. أماني جمال كتبت: هذا هو الرد بلباقة وأدب واحترام، أنا كمصرية ومش عاجبني طريقة كلامها، حتى لو أنت غلطان في حقها بس أسلوبها مستفز. علي كريم كتب: هاي مو نفسها اللي تأيد الرجال وتنصح النساء تكون متسامحة معهم، سبحان الله من وصلت يمها المسألة، شوفوا شلون اتعصبت، بس إجاها الرد المناسب من نيشان، العلم الذي يعلم الأدب بأدب. أما سارة منصور فكتبت: قصف في منتصف جبهة بلباقة وذوق وثقافة والأهم رقي، فعلا مدرسة في فن الرد مميز حتى في الردود. مشاهدينا ننتقل إلى غزة وفيديو لناشط كويتي يوثق آثار تدمير الاحتلال الإسرائيلي مستودع الأدوية بمستشفى ناصر في خان يونس وحرق كل محتوياته. مشاهدينا والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع الترندات العالمية، حيث أظهرت مشاهد مروعة من قرغستان شاحنة بدون سائق تخترق تجمعا احتفاليا ضخما للتلاميذ وتدهس العشرات. وظهرت اللقطات الشاحنة وهي تصطدم بالتلاميذ أثناء إحيائهم احتفالا في الهواء الطلق في مقاطعة جلال أباد، حيث ترك السائق شاحنته فوق تلة دون شد الفرامل فانطلقت باتجاه تجمع الأطفال بسرعة كبيرة، وأصيب خلال الحادث 29 شخصا، 18 شخصا في المستشفى وسبعة منهم في العناية المركزة. مشاهدينا وإلى مقطع منتشر من أمريكا لحادثة مؤلمة راح ضحيتها طفل عمره 6 سنوات. بداية القصة، والد الطفل شعر بأن ابنه سمين وقرر أن يدربه تدريبات قاسية، وأظهرت كاميرات المراقبة والتي تعود لعام 2021 نشرتها المحكمة من جديد تظهر أمريكيا يجبر طفله على استخدام جهاز الركض بسبب ما قيل عن معاناته من السمنة. الطفل سقط أكثر من مرة بسبب عجزه عن مجاراة سرعة الجهاز، فيما استمر الأب في حمله وإعادته بعنف.
مات الطفل بعد الواقعة بأيام بعدما عجز الأطباء عن إنقاذه إذ أصيب بنوبة صرع أودت بحياته. الشرطة صنفت الحادثة بجريمة قتل ويمثل الأب حاليا أمام المحكمة فيما سيواجه حكما بالسجن المؤبد في حال إدانته. شاهدوا معي هذا الفيديو. مشاهدينا الكثير من التعليقات المستغربة من تصرف الأب والتي وصفته بالمريض النفسي. محمد القاضي كتب: ما أحب التربية العسكرية أبدا، أعطي الطفل مساحته يختار ويبدع، أنت أب مو طابعة نسخة منك بكل شيء، وجهها بس مو بهالطريقة المؤذية وبالإكراه والإجبار. باسم سعيد كتب: أفشل شيء أنك تجبر ابنك يحقق أحلامك، حقق أحلامك بنفسك وهيئ البيئة المناسبة لابنك لتكون لشخصيته المستقلة ويحقق أحلامه لأحلامك. عبير محمد كتبت: أب ما يستحق يكون أب، ولده يطيح عشرات المرات بدون أي اهتمام منه، والآلة تشتغل بسرعة حتى الكبار صعبة عليهم، والطفل أصلا مو سمين، المرضى النفسيين مكانهم المصحات النفسية مو يصيروا آباء. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى الصين ومقطع فيديو يظهر سقوط حاوية بضائع ضخمة على سيارة صغيرة تقودها امرأة ومعها طفليها، حيث هرع العديد من الأشخاص في الشارع لإنقاذهم، ورغم تلف السيارة بالكامل إلا أن المرأة وأطفالها خرجوا سالمين دون أي أذى، مما أذهل كل من شاهد المقطع. لنشاهد. مشاهدينا، أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والدهشة، حيث يظهر هروب مريض من أصول أفريقية من مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية قبل إجراء عملية جراحية. وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم المريض على الهروب قبل إجرائه عملية جراحية بعد أن علم بأن زوجته أخذت هاتفه. ويظهر مقطع الفيديو المريض وهو يركض مسرعاً بملابس العمليات خارج المستشفى ويتشبث بسيارة كانت متوقفة أمام مبنى المستشفى. شاهدوا معي هذا الفيديو.
مشاهدينا التعليقات جاءت ساخرة من تصرف هذا الرجل، نقرأ بعض منها. ناصر مؤيد كتب: أكيد عامل عملة ومتأكد أنه راح ترفع عليه قضية وتكسبها مع دليل قاطع يثبت إدانته. طبعا هون الجوال أهم من العملية. لانا حسين كتبت: مسكين، مسألة حياة أو موت، كانت سرعة المريض 50 كيلومتر في الثانية إلا أنه خسر السباق، كان المفروض قبل لا يدخل المستشفى تفرمت الموبايل. أما حسناء محمد فكتبت: شر البلية ما يضحك، ملهاش لزمة العملية، كده كده ميت. مشاهدينا والآن وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.